في آخر سؤال يقول: وهل إذا صمت يوما وأفطرت يوما ثم صادف يوم صومي يوم الجمعة، هل يجوز لي أن أصوم أم لا؟ كذلك لا بأس، إذا كنت ممن يصوم يوما ويفطر يوما سائر السنة فهذا صيام داود عليه الصلاة والسلام، وقد قال صلى الله عليه نبينا صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام صيام داود، وكان يصوم يوما ويفطر يوما، وأفضل الصلاة صلاة داود، وكان يقوم ثلث الليل، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. فإذا صادف اليوم الذي تصومه يوم الجمعة أو يوم السبت فلا حرج في ذلك. نعم.